تأمل. بسم الله السلام القدوس، تحية سلام لرسول السلام سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مع معرفة النفس وشفافيتها نقدر نقول إن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. إن النية الواضحة مع اليقين الخارج من القلب تصل بسرعة الصاروخ إلى قلب الكون، وبالتالي يفتح له الله كل الأبواب المغلقة، فتسخر له كل الإمكانيات وتهيئ له السبل، فهذا صفاء الروح واليقين بالله. سأمدك الآن بمجموعة من التمارين والتقنيات المنتقاة لتساعدك بإذن الله. هناك تدريب روحاني من أجمل التدريبات النورانية، هو الوضوء الطاقي. تقنيته للاستشفاء الذاتي بالتخيل، مارسها بثقة ويقين. عند الوضوء أو الاغتسال خذ عدة أنفاس عميقة وببطء. الآن افتح الصنبور وانظر للماء قليلا، ثم أغمض عينيك. تخيل أن الماء أصبح سائلا من النور ناصع البياض. ابدأ الوضوء ومرر هذا النور على جسدك بهدوء وسكينة. تخيل أن النور ينتشر في كل جزء من جسدك، يمر به ليمنحك القوة والصحة والنضارة، وينتشر النور ليعم جسدك بأكمله. بعد انتهائك من خطوات الوضوء، افتح عينيك بهدوء وانظر في المرآة وستندهش مما سترى. هذا طبعا يكون على يقين بذلك. تمرين آخر هو التخيل السحري لتحقيق الأهداف. أول شيء، حدد الهدف الذي تريد تحقيقه بوضوح، مثلا سيارة، سفر، ترقية. خذ نفس عميق 3 مرات، أغمض عينيك، ثم انوي نيتك الصادقة الإيجابية. تخيل لحظة تحقيق هدفك بكل تفاصيله الدقيقة، بالألوان والمناظر والأصوات والمشاعر. نعم، تخيل الصورة بكل وضوح لكي تخلق كثافة حسية، والتي هي الطاقة اللازمة لتحقيق الهدف. وكلما تعمقت في التفاصيل، كلما كان وصولك للهدف أسرع. عيش الحدث كأنه يحدث هنا والآن. عيش مشاعر تحقيق الهدف بكل سعادة، واحمد الله على تحقيقه. نعم، الحمد لله من أكبر النعم لقوة الجذب. الحمد لله، استشعرها وتنفس بعمق، ثم افتح عينيك. بلا شك كلما كانت روحك نقية وعلى يقين بالقدرة الإلهية، كانت إمكانياتك تحقق الهدف بأسرع بإذن الله. النية الصادقة في التركيز والتوكل وشفافية الروح، مع شرط استحضار مستوى الذبذبات المناسب للهدف وعدم الاستعجال، ستنجح في تحقيق تخيلك. إذن الحمد لله هو يقين، والصبر فيه الاستجابة. وإلى هنا انتهى تمرين التخيل. فانطلق عزيزي بروحك، فالله أنعم علينا بها، فكن لها العون لكي ترقى. الحمد لله على نعمة الوجود. تأمل وارتحل بالروح، لتعذب في الهدى وتفوح، لتعذب في الهدى وتفوح. تأمل.